القصة بدأت وهي في عمرها 18 سنة، تغربت على دارهم، مشيت المدينة خصها 14 ساعة ديال الطريق باش توصل ليها. خرجت صغيرة من دارهم باش تخدم، باش تقرا ودير فورماسيون وتخرج وتكون قدوة ونعمة تربية لواحد الأسرة محافظة جدا. مشات تخدم، بنت مقبلة على الحياة، غزالة زوينة فيها حتى شي حاجة خايبة، وديما فم بلا عار ديما ضحكة. جلسات تعرفت على البنات، كرات بحالها بحال البنيات، كتوجد وحاد قولا لا مولاتي، وكتحط على الجرح يطيب. تعرفت على البنات جلسات معاهم، تعلموا يديروا الشغل مجموعين، يونسوا بعضياتهم. كتبكي على امها، كتبكي على باها، كتوحشهم. ديك الساعه ما كانش الفرصه متاحه للبورطابلات بحال دابا، كان غير الفيكس ديال الدار. كتعيط كيسولوا عليها، كذا كي درتي يا بنتي وانت راكي بعيده وكذا. الحمد لله ما خاصني حتى خير، كتجي غير في العطل ولا بعد المرات الا كانت العطله صغيره ما يمكنش ليها تجي لانه مصروف كثير، مازال ما خدمتش. يلا عندها تكوين في ديك المدينه وغادا تخرج او ثاني خارج على ديك المدينه. دازت ديك المده 4 شهور غتعرف على السيد، لصق عليها ولصق العمى في الظلمه. والو بغيتك، هو ولد المناطق المجاوره ديال ديك المنطقه. المهم السيد لصق عليها وقال لها بغيتك، وانا راني بغيتك للحلال، وحنا دابا كنقراو وان شاء الله ملي غادي نتخرجوا راه ما غيديكش شي حد من غيري. بلاتي نشاور دارنا، شاورت دارهم، قالت لهم مصلي مدين ولد الناس ونعمة الاصل مربي متخلق، انسان اللي غير كتشوفيه وكيبان على المحيا ديالو بانه انسان كيحشم ولد عائله كبيره. ودازت الايام والسيد مهتم بها، وهي تبارك الله البيبه وعلى بال، خدموا وتخرجوا. وفي التخرج ديالها عطاتو الكلمه وفاتها وقدات بها، وملي سالوا التخرج ديالهم وجاب الله التيسير، جا عند والديها وادى الواجب على سنه الله ورسوله وتزوج بها. تزوجاتو اول عام ديال التخرج ديالها، وفرحات وفرحنا معها كاملين. عائلته وحبابه كلشي فرحانين بها، عاوتاني العائله ديالها هي كلشي فرحان بيه تبارك الله ما شاء الله، الله يسخر. داروا اللي داروا اللي ما يدار تبارك الله، والنكافات والعرايض وما خلاو ما داروا ما شاء الله. ما فكرتش بانني بعيد على دارنا، ما فكرتش بان عندي 14 ساعه باش نوصل لهاد المدينه، وغادي الا بغيت نشوف والديا راه غنبقى نشوفهم ربما من العام لعام اولا جوج مرات في العام بحال راني في الخارج. المهم سيده ضحت بكل شيء من اجل داك الشخص، لان شفت فيه فارس احلامها، شفت فيه الانسان اللي غادا تعيش معاه الحياه بامان. كبرت بيه ومشات عاشت معاه في المنطقه ديالو، كبرت بعائلته، ما خلات ما دارت معاهم. كانت نعم البنت، نعم العروسه، نعم الاخت، نعم الام الكبير والصغير، كتوجد معاهم في فرحتهم، هي اللي كتوقف في الاحزان ديالهم، هي اللي كتوقف، ما كتفكرش في شي حاجه اخرى الا انها تخلي السيد على خاطره. ديري الحجاب مرحبا، حيدي الصباغه من ظفرك مرحبا، ما تلبسيش ديك الحاجه مرحبا، ما تمشيش لديك البلاصه مرحبا، ما كتزنزنش بلا الشوار ديال راجلها. وتمر الايام ودايما مع عائلته فرحانه بهم، وما تمشيش شي بلاصه بلا بهم، واقفه معاه في السراء وفي الضراء. ما عمرها تحاسبت معاه، ما عمرها قالت له هذه حاجتي وهذه حاجتك. ودازت السنين، وداز العام الاول، وداز العام الثاني، وداز العام الثالث. شنو واقع؟ واقيلا خصنا وليدات، مازال ما جابش الله. النهار اللي غيأذن مولانا غادي يجيو الوليدات، وغيجي داك النهار صعيب اللي ما غاديش يتنسى، واللي غادي يمشي يدير التحاليل بمشقة الانفس. هي غتقول لها الطبيبه انت قدات ولدي حتى من غدا تبارك الله ما عندك حتى مشكل، وغيمشي هو يدير التحاليل، غيلقى راسو ما تيولدش نهائيا، ما عندوش امكانيه اصلا انه يولد. بكات وتصدمات، وبكات عائلتها وما خلاو ما داروا، ولكن استسلموا امر الله. اش ما غديري يا فلانه؟ ما عندي ما غندير، الديران ديال الله. انا كنتسنى من يبغي الله تعالى ويعطيني الاذن راه يقدر يفرحني، بيده مفاتيح الكون. يعني الا بغى الله تعالى يفرحني في واحد الوقيته ما تعرفي شنو جايبه ليا الدنيا، خليني صابره. صبرات العام الرابع، وصبرات العام الخامس، وصبرات العام السادس. ومن كتجي لابسه والطوموبيل وفرحانه، ولكن المجتمع ما كيرحمش، كيقولوا لها نضره جاب الله شي وليدات، عينيها كيتغرغروا، وكتخبي البكيه، وكتخبي الحزن والالم، وكتضحك في وجه الناس كاملين، وكتقول لهم مازال ما ادنش الله، النهار اللي غيبغي الله تعالى ان شاء الله غيدير الله الخير.
اي واحد كان كيسولها ملي كنتلاقاو في الاعياد ولا في المناسبات ولا في العراسات كنت كنهرب باش ما نسمعش هاد الكلمه، باش ما نشوفش في عينيها كيفاش غادا تجاوبهم، باش ما نشوفش قلبها وهو كيتزعزع وهي كتخبي الحزن والبكاء بالضحكه والابتسامه. دازت الايام ودائما كتفرح بالوليدات الصغار وكتفرح بالعائله كامله، ولكن دائما نظره الحسره في عينيها تمنى تشد بنيه وتشد وليد بينات يديها ومازال ما اذنش الله. وتمر الايام وغيقول ليها عندي ارض ولكن ديال الورثه، مال الخير نردو عليهم وناخدوها ونبنيو، تبارك الله هذا الموقع غزال وكذا، ونبنيو ونديرو حتى حنا الدويله ديالنا ونستقروا كذا وكذا ويكون غير خير. تراضاو مع العائله وردوا عليهم داكشي ديالهم، وبنات الدار معاه ومجدات الدار معاه وفرشات الدار معاه، ومازال كتخدم وما كتقولش لخوتي وما كتقولش لبا امي، ولكن كتقول انا ما عنديش مشكل راجلي نضحي معاه ونموت معاه. عمرني ما سمعت عندها الانانيه ديال نمشي لدارنا ونجلس انا في دارنا فين ما كان رجلها مع رجلو، ما كتنفش الا في الوجود ديالو، هذاك الحب اللي كان يغير منه الناس كاملين، هذاك الحب والاخلاص اللي كانوا يغيروا منه جميع الازواج، وكنت كنشوف عينيها كيلمعوا وهي كتشوف فيه. وحتى هو سبحان الله كان في اي بلاصه كيمشي خصها تكون موجوده وجالسه، خصها تكون حاضره، واحد العلاقه تبارك الله ما شاء الله اللي زعما كتمنها لكل حبيب. بناو فرشوا قادوا، دهس مده تقريبا 16 سنه عمرني ما سمعتها كتشكى، عمرها ما جرحاتو ولا قالت له نمشي نعيش حياتي، انا راحت انا باغا نكون ام. كتحافظ على المشاعر ديالو وما عمرها عطات المجال لشي واحد يهضر معاه في هذا الموضوع. كتحسر وشاده الفقصه ديالها في قلبها وما كتهضرش نهائيا. دازت الايام واختار انه يمشي يخدم برا على المدينه فين كاينه هي. ياك لاباس، انا راني طلعت كراد وكذا وصافي غادي نمشي للبلاصه الفلانيه، ماشي مشكل فحال فحال كاع واحد 40 دقيقه بالطوموبيل وانا في الدار، ولكن صافي علاش كتحكري؟ مشى السيد وخدم في ديك البلاصه جديده، غتجي وحده وغدور به خدامه معاه، دارت له غسيل الدماغ، دوراتو ولاو الميساجات كيتصيفطوا في الواتساب، ولاو الميساجات كيتصيفطوا في الميسنجر، لقات تصاور، لقات هضره، لقات ميساجات. اويلي واش كنحلم؟ واش بصح ولا واقيلا غير كنتوسوس؟ فلان شنو هادشي؟ ماعرفش ما كيمنوي عادي جوج ديال الاصدقاء كيهضروا مع بعضياتهم، ما كانتش هاد الصداقات شحال هادي؟ واش هذا هو الجزاء ديالي؟ تي راكي منويه راه ما كاين والو، غير كتهضر معايا وبيناتنا خدمه مشتركه حتى لهاد الدرجه، هاد الهضره بهاد الطريقه وهاد الميساجات بهاد الطريقه، انا راني هادشي راه ما عجبنيش. مشكله ولات السيده كتجي عندها حتى للدار وكتجلس معاها وتهضر معاها وتاكل وتشرب معاها، حنا راه اصدقاء تبارك الله وكنحترمك كنحترم السي فلان، ما كاين حتى شي حاجه. زادت العلاقه توطدات وزادت السيده زاد معاها الزيت، السيد ولا كيغيب على الدار باليومين بالثلاث ايام بالاسبوع، راني مشغول في الخدمه ما يمكنش ليا نبقى غادي جاي، ها انا جالس هنا تينو بالله. انا كنبات الليل كامل كنخمم وفي ما تنعيط تلقى تليفون مشغول، كندوز الواتساب كنلقى الخط مشغول، كندوز لابيل نورمال كنلقى الخط مشغول، كندوز كنلقاه اونلاين. شنو هذا الشيء؟ واش هذا السيد اللي كان ديما معايا ديما حدايا وانا صابره على هذا الشيء كامل بدلني وبوحده ماشي تبحالي؟ ما هي في زينها، ما هي في بياضها، ما هي في ثقافتها، ما هي في اسلوبها، ما هي في حاجه باش بدلها؟ بغيت نفهم. جاتو الشيطان كلالو دماغو كيمشي كيقلب على شي حاجه اللي ما كايناش نهائيا في مراتو، ولكن هذا حتى المقارنه ما كاينش مجال للمقارنه. غيتبدل السيد وغتبدل المعامله ديالو نهائيا، ما غيبقاش يعطيها وجه زوين. غريبه على دارهم، ما حداهاش مهمتها اللي غتمشي تشكي ليها، ما حداهاش باها اللي غتمشي تعاود معاه، ما حداهاش عائلتها اللي غتمشي وتجلس معاهم وتشرب معاهم كويس ديال القهوه ولا كويس ديال اتاي وتفرغ قلبها، ما عندهاش وليدات اللي غيقول لها الميمه العزيزه وتلهي معاهم وقتها نهار كامل من الخدمه كتجي تبقى في الدار من نهار الحيوط حتى كليمه اللي تونسها ما كايناش.
غدوز معاه 20 سنة. ضحت بشبابها، تغربات على عائلتها، ضحت بفلوسها، بخدمتها، وضحت بأهم حاجة اللي هي كلمة ماما، تحرمت منها 20 عام. وغتفاجأ أنها غتجيل دارهم عطلة عادية، غترجع غيصيفط لها استدعاء ديال الطلاق. علاش؟ صبرت معاك 20 عام، خدمات وضحات على ودك وقلتي لها ساعتك سالت علاش. صبرات بلا وليدات، بنات معاك وعلات معاك وكونت معاك شخصيتك من البداية حتى النهاية، حتى وصلتي وليتي ان كادر. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ حتى وصلت دابا 41 سنة، عاد فاق عليك ضميرك، عاد وليتي كتقول لا أنا ربما غادي نولد. واش قريتي التحاليل ولا ما قريتيش؟ سيد قال لك بغي يولد. واش منيتك أخويا؟ حتى دوزت معك 20 سنة والحظوظ ديال الولادة عندها قلالت، عاد ولا كيبان لك نتايا باغي تولد؟ الله يسخر. مشات وخدات براتها وربي كبير وعادي الحمد لله. غادي يديروا حل لهذيك الدار، غتباع وكل واحد خد النصيب ديالو. الله يسخر الله يسخر. كملات قرايتها، شدات ليسونس ديالها، كملات الماستر ديالها، قادات لا كارير ديالها، دارت طوموبيلتها العزيزه، مشات عطله لدارهم. اخونا مشى تزوج اللي كانت خدامه معاه، تزوج بيها وبقيت تسنى. بلاتي ما تبلاتي دازت 4 شهور 6 شهور 8 شهور، قالت له عاشي شنو؟ انا دابا عندي شي كريديات وهذا وبغيت نخلصهم. قالت يلا جيتي بغيتي كذا كذا وما عندي ما ندير لك، تسنتي لعظامك شي شويه خلي. ايوا انت راك عرفتي دابا التحاليل ها وما خرجوها، انت ما كتولدش وانا دابا مضحيه معاك. شنو انا راه خصني نخلص دوك الكريديات باش تقاد لي الماندا؟ ما عنديش اخصني الفلوس باش نخلص دوك الكريديات، ما عنديش. دابا كيعاودوها الناس اللي قرابين منه، راه بغيت نمشي نخلص دوك الكريديات ما انت تقاد لي وداكشي. على الاقل انت ما كتولدش وانا مضحيه معاك، ربي ولا ما ربيش دابا انا ما مستعدش وانا تنولد. دابا فيك انت يا الديفو، تا يرجع في الديفو. اش غدير له؟ عصرت عليه واحد النهار، مشى خرج شي حاجه من لابونك، دار لا سينياتور ديالو في الشيك، ختنا عينيها سكانر، دارتها شافت السنيه ثبتاتها ركزات مزيان ورجعات وتكمشات. مشات للدار تزيدوا في الهضره، الاولاد ما الاولاد، انا بغيت الاولاد وانت ما كتولدش ما بغيتيش تتعاوني وانت عندك الفلوس ما انت عندك الفلوس. ضربها بطرشه وسكتات. مشات قطعت الورقه من الكارني تشيك. اش غيوقع؟ سنات فيها 10 المليون ومشات دفعتها. ما عقلاتش عليه اللي دوزت معاه الاخرى 20 عام صابره على اي حاجه في حياته، وعمرها ما قالت اه، عمرها ما سمحت حتى لوالديها يهضروا في هذا الموضوع. كتقول لهم انا باغياه وعاشقاه. الوليدات نهار اللي غيكتب الله ما كتبش الله غير ربي وليد ولا بنيه. ايوا خونا 5 المليون اللي كانت عنده في البنكه خداتها وبدا كيعيط بالعاده وكيعيط لخوتو وحبابو وعائلتو، ها العار اللي ما تجمعوا لي ديك 5 المليون شي تسلفوا وشي خداها من عائلتو باش يكمل ليها الفلوس. وقالت له بسلامه الله يتهناك. ايوا شفتي اللي حفر شي حفره يحفرها بالقياس. ايوا انت ما راعيتيش، جاب لك الله اللي دات لك الفضل وراس المال وكانت غادا تصيفطك الحبيب بيز، ما قبلتيش على بلاد الناس. للاسف جاب لك الله وحده اللي ما حسناتش بيك. والعزيزه جات عطله لدارهم ومشات معروضه لواحد العرس، ويا لالا ملي كتلبس وتقاد، ويا لالا ملي كدير التكشيطه وديك التحزيمه، يا سعادتها بوقفه قادات ولبسات وزيزات ومشات. دارت وشطحات وكلات وشربات وتلاقات مع العائله وفوجوا وضحكوا. اش غيوقع؟ واحد من عائلتهم في النجليز مات له مراته وخلات له بنيه كبيره وليد باقي شي شويه صغير. قرر انه يدخل المغرب ويدير الاستثمار ديالو في المغرب، ولكن مازال ما استقرش فين غادي يستثمر بالضبط وفين غادي يستقر. تلاقاو عجبته، جاتو على كانتو، تفاهموا، جا خطبها من دارهم قال لها عليك كنقلب، تزوجات به وغيستقر وغيدير الاستثمار ديالو اللي هو واحد المقهى كبير تبارك الله في المدينه فين خدامه هي.
وفرح بها ودار لها الدنيا دنيتين. البنيته ما مستقراش معاه، ولكن داك الوليد غير لاصق فيها وكيحماق عليها. غدور الدوره وغتعيط في التليفون باش تقول لي انا حامله، ويا سعدي وعلى خبر سمعت، ويا سعدي وشحال فرحت، وتنتمنى الله تعالى يفكها على خير ويفرحها ويعوضها على 20 عام ما سمعتش كلمة ماما. من قلبي كنقول لك الله يفرحك، كنقول لك الا بكيتي مرة حنا بكينا مرات، والحمد لله اللي الله تعالى فرحك وغادي يعوضك خير. الله يفكك على خير والله يفرحك ويفرح كل وحدة كتمنى كلمة ماما.